السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غندير واحد الدويره من مدينه بلقصيري لسوق الاربع. نشوفوا ان شاء الله، نتمنى الفيديو يعجبكم. صراحه واخا بعد مرات معاناه في الطريق مع الريح ومع ذلك للاسف، الاخوان ما تخسر والو، تابوني وتعدي ولا تعمل، يعني فهمتي الانسان حاول تابونا ولا دير جيمرا. صراحه راه كتضرب تماره باش توصل واحد فكره ولا توصل مثلا واحد هادي، ولكن للاسف ما كاينش اللي كيتعاون معاك ولا كيدير الجيم ولا شي حاجه، فهمتي؟ راه ما تخسر والو، صبعك وصافي، هذا هو اللي كاين. يلا السلام عليكم، تحية للجميع. عاصر مرة أخرى ما تعاوداش.
يا خويا الريح بزاف، الريح في هذه المنطقة ما تخليكش تحرك كاع. انا الاخوان ديما الريح بزاف هنا في هذه المنطقه هذه كاين الريح. اول مره غنزور مدينه سوق العربيه بيكالا،
السلام. دير مثلث الله يرحمك الوالدين، عرفتي مزيان لك انت.
طالي بغيتي. كيف غادي ان شاء الله؟ اخويا جيت من البقصيرة رجع البقصيرة. الله يحفظك. السلام عليكم اخوان، تحيه لكم من مدينه سوق الاربع. انا حاليا من مدينه سوق الاربع كما كتشوفوا هنا ديال الخرج ديال سوق الاربع، الطريق ديال هذه الطريق اللي كدير جرف الملح كما كتشوفوا الاخوان في الخلال بلا ما ندير بين الفيديو. هنا ديال سوق الاربع جينا اورغانيزي الفيري، يعني وصلنا حطينا الرايه ديالنا هنا بالله، راه حنا وصلنا لمدينه سوق الاربع. الديكاله ديالي هي السيكليزم الاخوان كما كتشوفوا، مابقاش ندير الصباط، هذه الصباط ديال الديكاله على صدر الروض. نضرب واحد الدوار عاوتاني لسوق الاربع ونزيد من القصير لان الوقت راه تاخر. راه كان بالنسبه للروطار ولا شي حاجه هكا بياسه ولا شي حاجه، عندي البياس ديالي، عندي كلشي، عندي شومبريرات، عندي هذه، ولكن كدير احتياط دائما. تحيه للاخوان كاملين اللي كيتابعوني، تحيه للاخويا العائله ديالي، تحيه للاصدقاء اللي تتابعوني، تحيه للكل، تحيه للمغاربه الاحرار. السلام عليكم. سير لي الحاج محمد وسعيد حبس. Oh.